تعتبر رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في العام 2020 رئاسة المبادرات العالمية، حيث قادت خلال الاستضافة تحولا في إطلاق مسارات دولية حيوية في الصحة والتقنية والتجارة والطاقة والتنمية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. ساهمت استضافة المملكة العربية السعودية لأعمال مجموعة العشرين في عام 2020 في انبثاق مبادرات ومسارات حيوية دولية تسهم في تحقيق معالجات مختلفة في كثير من القطاعات والأنشطة، ما يحق معه أن يطلق على فترة استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين برئاسة المبادرات الاستراتيجية العالمية. واستندت مشاركات المملكة على المبادرات والنجاحات التي حققتها المملكة في دعم نمو الاقتصاد العالمي وانتعاشه خلال استضافتها لأعمال القمة في عام 2020، بما في ذلك مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية والتأهب والاستجابة للأوبئة ودعم النظام الصحي العالمي ومعالجة أزمات الطاقة والغذاء وسلال الإمداد والتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية وتيسير التجارة الدولية وزيادة تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص 11 تريليون دولار لحماية ودعم الاقتصاد العالمي من آثار جائحة كورونا، وتعليق ديون 73 دولة بقيمة 14 مليار دولار. بالإضافة إلى تبني المملكة أثناء رئاستها لمجموعة العشرين نهج الاقتصاد الدائري للكربون كإطار عمل لتعزيز الحصول على طاقة مستدامة وموثوقة وأقل تكلفة. وتعد الرياض مع فترة تولي المملكة رئاسة مجموعة العشرين منبعا لكثير من المبادرات في عدة مجالات، حيث ظهر لهذه المبادرات أثرها وانعكاسها على المستوى الدولي.